מי כאן קורא ערבית? אני רואה המפקד, מה כתוב עליהם? על אחד כתוב רמלה בית נובה, ועל השני כתוב... יעלו עמואס. המנזר לטרון הכל מאחורינו, אנו בתוך כפר ערבי, אני יודע מה שמו, לטרון או כפר אחר, לפי שעה הכל ריק, הכל ריק, ואנו דוהרים קדימה. אינך רואה כאן נפש חיה. من هاي من أراضي بيت نوبة؟ لا لا من هاي تبتي أراضي عمواس. عمواس قرية اللي انولدت فيها وانحرمت منها بكير، ما عرفتش قيمتها إلا لما كبرت وفهمت شو يعني إنك تنتمي لمكان وتحس إنك جزء منه وهو جزء منك. وبدون شك حكايات أمي عنها هي اللي شكلت هاي العلاقة الغريبة بيني وبين عمواس، لأنها لما بتحكي عنها عينيها بتضوي وروحها بتضحك وبترحل بعيد عنا، ترجع لعمواس زمان وين عاشت صباها وأحلى أيام حياتها. حكايات أمي عن عمواس بتخليني أحس إنه في يوم من الأيام كنا جزء من إشي أكبر، بس حدا سلخنا عنه وصرنا بالضبط زي اللي بترولو إيده، لكنه بيضل حاسس فيها رغم إنها بطلت موجودة. هذا شو تسوي فيه؟ ما وصل؟ هذا بطل. كاترين حمص لبنة أبشمها لما كنا صغار كنا دايما نروح على عمواس، كانت رحلة بالنسبة لنا إحنا الصغار، وهناك كانوا الكبار يرجعوا صغار يلعبوا معنا ويحكوا لنا عن عمواس. هون كان بيتنا، وهون كان بيت جدكم، وهناك كان بيت فلان، كان عندهم شجرة تين خضاري ولا أزكى من تيناتها. ببيوت صغيرة؟ وين؟ مرحبا. مين ببيوت صغيرة؟ أهليكي. أهلي كانوا فوق، مش ببيوت صغيرة. بيوت صغيرة كتير؟ يعني نص البيت اللي هي هلا فيه. انت؟ لا اللي فيه تيتا. منيح ولا مش منيح؟ منيح. بس كان عندهم ساحة حلوة. كان عندهم جاز. والله.
بيحكوا إنه ذكريات الطفولة بتشكل جزء أساسي من تكوين الإنسان، وعشان هيك لما بكبر بنسى الأحداث الجديدة بحياته بس ما بينسى أيام الطفولة، ويمكن عشان هيك بيضل يغذيها وينعشها بكل الوسائل المتاحة كأنه بيحتفل بحياته من خلالها. تذكر الواحد الأهل كلهم عم ماتوا عم يرحمهم، احنا كنا صغار صبايا يعني، هلا اللي كانوا زينا اللي هم ماتوا امياتنا وعماتنا وخالاتنا كلها يكون يتجمعوا ويخبزوا ويعملوا كل اشي في الشهور الاشياء، يعني بطل في ذكرى. في عمواس ما كانش عند أبوي كاميرا، كانوا الناس يروحوا على الاستوديو في رام الله لما بدهم يتصوروا، وكانت هاي الصور قليلة وقيمة. لكن الأهم من هاي الصور عند أهلي كانت مجموعة أوراق أنقذها أبوي من تحت الردم. بعد ما طلعنا أعطوا تصاريح للناس، قالوا بدنا نجيب الزرع، كانت طبعا مهدومة، فراح أبو رائد الله يرحمه زي أهل عمواس ما راحوا، من تحت الردم سحبهم لفيهم. يعني مثلاً هاي شهادة التسجيل القرية عمواس، هاي حاطين الحدود، يعني هاي كأن ورثها باسم العيلة بس عدنان تركيا. ضلوا أهل عمواس يزوروها ويروحوا يلقطوا زعتر وتين وعنب ويتذكروا أيام زمان، لحد ما بنى الإسرائيليين الجدار وصارت عمواس بعيدة وصعب وصولها لكتير من أهليها. لكن أهالي القرى المدمرة عمواس ويالو وبيت نوبة بيصروا ينظموا رحلة عودة رمزية كل سنة في ذكرى حرب حزيران اللي شردتهم من قراهم، ليأكدوا على حقهم وأملهم إنهم يرجعوا لهاي القرى في يوم من الأيام. شمس المغرب والعالي، شمس المشرق بتدفي، شمس المغرب والعالي، وأنا ما بعرف من الشمس إلا شمس الأغاني، ما بعرف شمس الرسيم. عمي أحمد من الناس اللي أثروا علي من طفولتي. عمواس بالنسبة إله هي القضية الصغيرة اللي بتمثل القضية الكبيرة فلسطين، وعشانها مضى من حياته 13 سنة في المعتقل. تعلمت صوف الابتدائية يعني الصف الأول حتى السادس في قرية عمواس، والأول إعدادي كمان السابع اليوم. بعدها في 67 حادثة النكبة، نكسة سميها كلها نكسات ونكبات، هجرنا سكننا في رام الله. بعدها كان في يعني كأنه التغت الطفولة، لما طلعنا عنا بيتنا عنا حياتنا عنا وقعنا، طلعنا في البداية كان في هيك حياة تشريد، سكننا في 5 بيوت في خلال شهر. قررت إني أعمل مجسم لعمواس زي ما كانت قبل الهدم، أبنيها بيت بيت من ذاكرة الناس اللي عاشوا فيها ولسه بيتذكروها. بدينا بسكتش رسمه عمي من الذاكرة،
وأمال وسائد مهندسي العيلة اتطوعوا يساعدوني. شو الشجر المشكلة مغطي؟ هاي الكنيسة هون. هاي الكنيسة، هاي الكنيسة القديمة وهاي الكنيسة الجديدة. هذا هون بيجي مقام المقابر هون. هذا هاي المقبرة هون. هاي المقبرة هون المقبرة. قسمت الشوارع. هاي الشوارع ضغط اليوم. لا هاي اللي كيف كانت. بدي أحاول أتخيل الأشياء. أهلاً، على خير، تفضل. أول امبارح طبعاً. شفت سامي وأنا وأنت جاي؟ شفته. كيفك بتقولك؟ منيح، كيفكم؟ هاي الخرطة اللي سواها عمي. يعني بيتنا اللي يصير هون. بالضبط، أيوة هذا هون. بيتكم هون. هيك معقول، هيك هلا عرفت وين أنا معناته. وبيتنا إحنا وين؟ انتوا اللي هون هاي المنطقه. ايوه تذكر كان في زكاكين لحام وخضرجي هون. انتوا هون اقبال ولحام وخضرجي؟ ايه على الشارع. لا دكاكين النا لا خلينا لهم اجرين غير اللي هون. في بير مي وفي هون هذا اللي بيضل يبين في كل الصور. في المنطقه هاي بير كذا رحام هون إيه؟ أكيد في بير هون بهي المنطقة. وردة تبقى هون. إيه. إيه. وين أصل ننزل؟ هون في بير مهدوم بهي المنطقة صحيح. يفترض هون. إيه. سنين طويلة غابها خالي عن عمواس مثله مثل كتير من أهل القرية، ولما زارها بعد غياب طويل حسيت إنه بيحاول يستعيد حياته فيها من خلال التفاصيل الصغيرة. هاي التفاصيل اللي انحرمت منها وبحاول أعوضها بذكرياتي الموزعة ومشتتة بعدد البيوت اللي سكننا فيها بعد عمواس. بس بضل في إشي خاص بشدني لعمواس هلأ إنه انولدت فيها. يمكن مش عارفة، بس هاي المسألة بتخليني أفكر بموضوع علاقتنا مع المكان. وشو يعني وطن؟ هل الوطن هو المكان اللي بنولد فيه ولا المكان اللي بنعيش فيه، ولا ببساطة المكان اللي مسجل في هويتنا؟ برضو مش عارفة. ويمكن عشان هيك كانت فكرة المجسم، يمكن كانت هاي طريقتي إني أفهم علاقتي مع عمواس. من عند الشيخ معلم من عند الجبل وصل إسف الطير من خلال الطريقين هذول وصل الطرق وتكون قوية جدا. طب ولوين تودي هاي الماي؟ تروح على 48. كنا احنا واحنا صغار بنيجي من عند دار سيدك وحاطط تبن وبنط حوالي 4 متر 5 متر على التبنات، يعني اقل ليفل زي هذا. بدينا الشغل على المجسم وزادوا المتطوعين معانا، وبدأ الحكي يدخل في مواضيع تقنية أنا مش كتير بفهم فيها، فكانت أحسن طريقة إني أتعامل مع المسألة كأنها بازل. الصورة لعمواس قبل ما تنهدم ومطلوب منا نجمع أجزاء هاي الصورة، بس المشكلة كانت إنه مش كل هاي الأجزاء موجودة عنا، فصرنا نجمع الوثائق المتوفرة واللي ممكن تساعدنا في عمل المجسم، صور جوية وخرائط وصور فوتوغرافية، أي إشي ممكن يساعدنا، ويمكن أهم إشي ذاكرة الناس اللي عاشوا في عمواس. هذه في عمواس 100%. تعرف إنه هذا راح يساعدنا عشان قصة المجسم. المجسم بده تأخذ منه شكل الدور والشجر اللي هي صورة سور الكنيسة. هان دوركم أظن هذول كان في مشغل
بعرفش اظني نسيت اسمها بالضبط يعني والله اظني ما بعرف هذا محمود هذا محمود هو اكثر واحد له شهور على كلها ما يحب يتصور هذا انا هذا في المدرسه هذول يعني كلهم عمليا المدرسه هيك لجاي هيك يعني المدرسه بدها تكون هيك تقريبا هيك. لانه هي في نزله النزله صعبه شوي كان حبايل يعني مسوينها جدر جدار جدار وشيء المدرسه هين فوق بدها تكون انهينا الشغل على الكونتور وبدينا بتفاصيل المجسم شوارع وشجر وبيوت وبشار وسامي ولادي صاروا حافظين مواقع بيوت عمواس وحاراتها مع انهم ممنوعين يزوروها فمن حد ما كبروا وصار معهم هويات فلسطينية صارت عمواس بالنسبة لهم منطقة عسكرية ممنوع يوصلوها هي وكتير من المناطق الفلسطينية اللي صارت ورا الجدار عمواس أسماء مختلفة عبر التاريخ واسمها الحالي بيرجع لقصة انذكرت في الإنجيل عن المكان اللي ظهر فيه المسيح لاثنين من تلاميذه بعد قيامته ولهالسبب بنى مجموعة من الرهبان ديرهم على أرض عمواس في نهاية القرن 19 الدير المعروف بدير اللطرون هو واحد من أهم معالم القرية اللي نجت من الهدم وصار محطة دائمة في رحلاتنا لعمواس عمواس اللي بنوا كل الدير المهندس كان رئيس الدير كان كل عمالنا من عمواس وبتذكر في واحد مش متذكر اسمه الأسكا عندي أسامي بس تعرفي 80 سنة ختيار صرت هو اللي بنى الكنيسة قبة الكنيسة الجراسية وراح هو بنى الميداني تبع الجامع بالبيرة هو سيدي بيكون جدي صحيح؟ حسن ايوه هي جدي هي بعرف لما خل لما بنى الاب هذه تبع الجامع طلع عليها فوق وقف على راسه ايديه ورفع سيدك بيقول هذا ابوي الله يخليه الله يرحمه الله يرحمه وشو اقول انا بنيت ديس دلتون هني ابني ابن الجامع هون الله يرحمه الله يرحمه بس للاسف ما تمكنش ابوي يبني جامع جنب الدير لكنه شارك مع جدي في بناء كتير من الجوامع في فلسطين ولليوم ما بنسى كيف راح مع بعض أهالي القرية ورمموا القبور هناك بالسر حتى تضل دليل على وجود عمواس أنا طلعت من هون متزوج وعندي بنت كانت هاي المنطقة كلها هاي وسط البلد وساحة البلد وهذا مقام أبو عبيد عامر بن الجراح اللي توفي بطاعون عمواس ومعه حوالي 250 ألف صحابي كبور جدودنا وأهلنا هاي كلها وهي زي ما انتم شايفين صارت مزبلة كانت كل أفراح وأتراح البلد موجودة في ساحة البلد هاي منطقة ساحة البلد عشت أنا سنين طويلة مع عمواس، عمواس كانت موجودة هون
وبذكر كان كثير عندنا ناس من عمواس يجوا هون يشتغلوا هون بالدير. بتعرفي انه ليله اللي صار ال 67 كيف وين هون عدد كبير من اهالي عمواس بالسرداب هون تحت دار محل معمل بيدو كذا كان خبيناه يعني مشان كان في قصف كثير يعني وقنابل وغيره يعني كثير علاقه محبه. بقى لما وقت ال 67 يعني وقت ال اجى جيش مشان ياخذ الناس الخطرية اللي موجودين عندنا في ناس من عمواس بيذكروني بكلمه حكاها لهم ابونا حنا قال لنا اذا بيبقى عندنا فقط قطعه خبز وحده من قسم ما بينكم بيننا انه يعني اعتبروا هن انه بيأمن بين ايدين معنا احنا يعني. من اللي تخبوا في سرداب الدير حيدر كان عمره 14 سنة بهديك الأيام، لكن الساعات القليلة اللي قضاها في السرداب ما زالت محفورة بذاكرته. مش الخمارة كمان هون؟ خمارة عشمال جوا عشمال أخذتنا هون يمكن فيش ثلاث ساعات والساعتين، بس الرعب والخوف والرج يعني مش ممكن ينتسوا. الفترة كانت كتير سيئة وعصيبة وكانت بداية فقدان خلع جذور كانت عمليا. من هون بلش مشوار اللجوء، يعني احنا جينا هون للحماية وطلعنا من هون للجوء عمليا. هون كانت البداية. صاروا الدبابات على الشارع اللي كبالنا داخلين. فيومها خالي الله يرحمه بحكي اليهود فاتت يلا اطلع. عمرك سنتين بالضبط، عيد ميلادك قبل يوم كان نفس اليوم 6/6. ولا اشي، حاطط غيار الك. وانا كنت رايح على دار خالي دار حماي يعني اللي لقوك ولا اطلع. من جملة اللي بطلعوا أبوي الله يرحمه كان كبير قال لهم اطلعوا للنسوان وأنا بدي أضل في البيت. شو بتعمل هون؟ قال لهم هذا بيتي. قال لا فيش بيتك لا اطلع. قال لهم طخوني أنا هون. قالوا لا معناش أوامر، معنا أوامر نطلع. حطتها محطوطة على التعليقة ما طالهاش زي ما هو طالع. مشينا من عمواس توصلنا رام الله مشي. طبعا 35 كيلو مشي قدام الدبابات. قسم مننا اعتقل في الشارع واحنا طالعين لرام الله بعد ما مشينا 35 كيلو في نص الطريق اعتقلوا قسم كبير مننا. والقسم الباقي اتنزحنا لرام الله حاملين اولادنا الصغار وبدون اكل وبدون ماء. قسم مننا مات في الطريق ودفناه. من مذكرات فرير جي خوري راهب بن دير الاطرون يتعلق في نتائج حرب 6 ايام 1967. بقيت جميع هذه العائلات معنا حتى 12 حزيران، وفي ذلك اليوم امرهم ضابط اسرائيلي بالذهاب جميعا الى رام الله، وقد كان هناك بعض الجنود الاسرائيليين للتاكد من تنفيذ الأوامر من دون تأخير، وأرغموا الناس على الخروج من الأقبية. أنا محطم من الحزن، لا يمكنني أن أقف وأشاهد جميع هؤلاء الناس الأبرياء يعانون دون أن ينشطر قلبي. Thank you.
ست أيام أو حتى أقل تركت أثرها على أرض وشعب وغيرت حياة آلاف الفلسطينيين. ست أيام انتصر فيها جيش وانهزم جيش، والضحية الفعلية كانوا الناس البسطة اللي تشردوا وانحرموا من الحياة اللي ألفوها على مدى سنين هي وأحلامهم بحياة أفضل لأولادهم. היו אמירות שמשהו קורה בלטרון. לקחו אותנו פה היחידה שלי, המחלקה שלי, לאחד משלושת הכפרים כדי להרוס את הבתים. באנו עם מוקשים, מוקשים מיינס, כן, מוקשים גדולים של נגד טנקים ודינמיט, והתפקיד שלי היה לבוא, לבדוק, להיכנס לבתים ולראות שלא נשאר אף אחד בתוך הבית. אני זוכר בעיקר אדם אחד שהיה נראה לי מאוד זקן, עכשיו אני לא יודע בין כמה הוא היה, אבל הוא היה נראה מאוד זקן, כפוף. אני לא יודע אם באמת העבירו את האיש הזקן הזה למשל, אם באמת העבירו אותו באוטו לרמאללה, או שבסוף נתנו לו ללכת. אם נתנו לו ללכת, הוא לא הגיע לרמאללה. אני, פעם ראשונה שסיפרתי, כשהייתי פה, אז היה לי תלמידים בבית הספר שאני מלמד. וגם אמרתי להם שזה אחד הרגעים שאני מתבייש עליהם. וגם עכשיו אני מרגיש רע מאוד עם מה שקרה פה. الدمار، الموت، لمصلحة مين هذا كله؟ ومين إله الحق إنه ياخد قرار بموت ناس وحياة ناس؟ هدم بيوت وبناء بيوت. بيحكوا إنه أرضنا مقدسة، وين ما بتخبط في مقام أو جامع أو كنيسة. طب مش الأدعى إنها تكون أرض سلام، مش حروب وموت وتشرد؟ When I was a soldier, I lost trust in the raison d'être of Israel. It was like, for me, I saw it through the abuse that is inflicting on Palestinians. I saw very, very much cruelty, and this is one of the things when I, during my service, that I tried to understand how do my friends and other Israeli Jews see the Arabs? I sort of managed to look for their eyes. I made like meditated on their. I saw that when they look at Palestinians, they see not humans, but sort of bodies without spirit. It's my personal view, but it is not very common, that Israel must ask them to come back and compensate them and ask for forgiveness. It was a crime. It was a crime of arrogance and violence. And this is a trauma that, what can be said, that can heal it. يعني سواء هون في الشارع هذا أو في مناطق ثانية في بيتونيا أو حتى في داخل رام الله في كثير حارات معروف انه هاي بسكنوها اهل عمواس. وفي الاردن حسب معلوماتي او حسب ما بشوف كمان انهم تجمعوا، وبالذات يعني كمان جديد صار في توسع اكثر. بس في البدايه بعد النزوح يعني بعد ال 67 صار في تركيز لاهل عمواس في منطقتين، في جبل التاج وفي جبل النصر والمنطقه المحيطه فيهم. زينا زي معظم العائلات الفلسطينية اتشتتت عيلتنا، إشي ضل في فلسطين وإشي طلع برا على عمان أو أبعد. وكل إجازة صيف كنا نتجمع في دار سيدي اللي في جبل التاج، وهناك بتكتر الجمعات
والحكي دائما عن عمواس. صار يا حرامي جاد انا ايش بدي اقعد هم يلقوا معنا الدنيا بطل يعرفوا بعض يعني الاخوه اولاد العمام بطل يعرفوا بعض هلا ايش في الضفه هلا دور على اي مناسبه عشان ايش عشان تحكي عن الوطن عشان تحكي عن فلسطين او عن عمواس او عن القدس والله حلوه كانت والله عشان التفصيله عشان بده حدا يجي يمسك يعني مش احنا بدنا نسوي ملوخيه نطبخ قاعدين ليه بتقول يا بنات يلا كل واحدة تلم ذهباتها وتخبيهم ما بلاش يصير فينا زي بنات الرملة واللد ويافا يعني تخبي كل واحدة ذهباتها ولا هالسياح طلع مين اللي هو حياة عمك نطت يا حرام مرت عمي وحسين الله يرحمه ويرحمهم أخذوا هالحطة ونزلوا يجروا والله بتذكر إنه يا حرام حسين ربط الجرح بال اجته هان يوميتها في هان وبعدين يا حبيبتي صار هالشو زي المطر الرصاص هذا انا من الخوف انسهلت كنا نروح على الحمام وين رايحه خليكي هان تروحي شو هان انسهلت لا ما تروحيش الله يرحمها مرت عمي اقول لها كيف اليهود يا مرت عمي تقول لي بني ادمين اقول لها زي رجالنا تقول لي يا بنيتي دارنا هون في المنطقة هاي كمان قبال مدخل الكنيسة عمليا دار جنبها دار كمان يعني هاي دار حيدر مصطفى دار ظاهر مصطفى دار الحج محمد مصطفى دار شوفي هدول هاي قديمة هاي قديمة بس هاي قديمة كثير هاي قديمة كثير هاي المدخل هو المدخل الرئيسي عمليا من خارج البلد كيف بكل بساطة بصير هذا الحكي وما فيش شيء فيش حدا بتطلع عليه شوفي كل إنسان من حقه إنه يكون له ذكريات وبين فترة حتى اللي بتغرب عن بلده بحب يرجع للمواقع بحب يروح يفتش على الناس اللي لعب معهم درس معهم عاش معهم طفولته هاي احنا انحرمنا منها بدك تيجي تشوف البيت اللي انت انولدت فيه تيجي بتشوف كوم حجار ردم من هون بعير هون ما هيك هون بالصور هان هيك هاي الحجار كان غرفتين مع منافع وجنبنا مأجر مشغل للخياطة وفي دكاكين جنبها أربع محلات بعدين بصير الشارع الرئيسي أفضل علام بالنسبة إلي حتى بعد هدم القرية لما رحت كانت هاي الكريشن ما دام تحدد بيتنا هون يعني المنطقة كل هاي الحارة بقدر أعدد لك إياها بصير بعدين مسك شارع شارع الثاني اللي هون هذا الدكان حتاوي ده يكون كان هون يعني مش هيك الحتاوي كان ما هو في المحلات الحتاوي أي كان هون نقل عنا لا قبل ما ينقل القهوة كانت هون إيه يعني ده يكون هون بنمسك هذا الشارع معروفين مجموعة البيوت هون اللي على شماله اخر فتره كان عبد الحميد واحمد نمر فاتحين دكان اوكي اول مره بزورها بعد الهدم ك
كانت بسنة 97 يعني بعد ما اجيت بفترة، وبعديها بسنة او سنتين كمان مرة او مرتين. للحظات ذهلت قديش بدت القرية صغيرة بالنسبة لي عندما كنت صغير، انه نركض مسافة كبيرة يعني من هنا وهناك حتى نصل المدرسة، لكن باتت القرية كثير صغيرة اكثر ما يجب. لقيت العمى قد ملعب كرة قدم صارت كلها. هذا بقايا لطابون ديما. وين؟ هذا كان في طابون. طبعا ايش علام رئيسي، هاي الشجره المميزه هاي. هاي كبيره ومزرانك. مر على عمواس جيوش وحكومات كثيره عبر السنين، وانهدمت وانحرقت ورجعت انبنت عدة مرات. أيام الرومان كانت مدينة اسمها نيكوبوليس، وأيام المسلمين كانت مقر للجيش الإسلامي ومات فيها الآلاف بالطاعون. ولما احتلت إسرائيل فلسطين في 48 جزء كبير من أراضيها صار أرض حرام، لحد ما إجت حرب 67 واحتلوها كلها وهدموها بعد ما أجبروا أهلها يطلعوا منها. وكأنه كل هذا ما كانش كافي، في السبعينات حولوا عمواس لمتنزه عام بتبرعات من يهود كنديين. ما حدا بيعرف إذا كانوا عارفين إنه كان في هون قرية وناس أو لا. بس الأكيد إنها بالنسبة لأهلها ظلت منطقة عسكرية معظمهم ممنوعين يوصلوها. الخضار والمناطق اللي مهتمين فيها، يعني في ما أطلق عليه الكندا بارك، يعني إذا بدي أخذها بناحية جمالية يعني أعتقد هي منطقة من أجمل المناطق بالعالم. شفت يعني بعض العواصم الخارجية، منطقة جميلة جدا، لكن يعني كمان هون في تناقض، إنه الإسرائيليين عم بيقولوا استولينا عليها أو أغلقناها لأسباب عسكرية وأمنية. هون بيجي البارادوكس أو التناقض الغير مفهوم. إذا كان لسبب أمني أغلقت المنطقة، كيف تجعل منها متنزه بما يسمى كندا بارك؟ يعني لما بيموت شخص عزيز عليك بعد فترة بتصير تحاول تتذكر ملامح وجهه بصعوبة. هيك كان وضعنا مع المجسم. عمواس كانت وجه حدا عزيز، بنحاول نرسمه من جديد، بس كل واحد بتذكره شكل، كل واحد راسم صورة مختلفة لعمواس. ومهمتنا كانت نرسم صورة الكل بيشوف فيها عمواس اللي بيتذكرها وعاش فيها. هلأ هاي بتيجي مش بين القبور هون، القبور هذول صح ولا في غيرهم؟ وينهم؟ هاي المقبرة، هاي المقبرة اللي فيها المقام. اه بتخربش المخ. لا ما انت عارفة احنا وين هاي الصورة؟ اذا كأنك بلحة مش هي، مش نفسها بتتبكى. هاي مش نفسها، هاي انت عارفة هاي القهوة والشارع. غي الشارع الرئيسي. بعدين الشيخ معلق هيهان. انت في حارة كان طبعا. هاي الكنيسة احنا هان، هاي باب الكنيسة واحنا هان يم. فيش بس الشارع بيننا. هيك يعني نقربها اكثر. فيش هاي الشارع على الشارع يم طوال الباب هان جرار بك يفتح.
يعني في شيء بنتسى، محل الطفولة ومحل الشباب ومحل يعني هالكيت بحلم في العنب، كيف كروم العنب القطوف، احنا بكينا ننطر وكينا ننام يوم يستوي العنب، كينا ننام هناك. كيا برغش هان الكيت هانا ديدي أبو سليمان، أبو سليمان أبو كروك. هي هانا في دار طلع هانا فوق تور في دار وفي دار هان تور روحك. لا هذه أنا بعتقد إنه هويتي الأساسية كانت عمواسية، اللي هي شكلت وطنيتي بشكل أساسي وخلتني أروح باتجاه النضال والمقاومة، لأني بعتقد أنها قضية سياسية بامتياز، بعتقد أنها جريمة حرب وهي قضية فريدة من نوعها، كونها القرى الثلاثة التي هدمت سنة 1967 وبقرار عسكري مسبق حسب خطة معدة في رئاسة الأركان باسم دوف. هاي المنطقة لها خصوصيتها اللي بوجهة نظرهم ذات طبيعة استراتيجية، من جانب تؤمن خط يافا القدس، من جانب تؤمن الإشراف على خط باب الواد، وتقضي على مثل هذا اللسان المعتبرين داخل بالعمق بالأراضي اللي احتلوها عام 48. فكان في من البداية أنه إذا حدثت أي معركة أنه في عندهم خطة لاحتلال هاي القرى، تهجير السكان، تدمير هاي القرى، إخراجهم من المنطقة وإلحاقها أو وضعها في حاجز موصول. הרגשה של ניצחון גדול, ניצחון גדול שהושג בזמן קצר. של כביש לטרון רמלה, ותוכלו לציין כפר אחרי כפר, כפר אחרי כפר, שנפלו בידי כוחותינו. التوجه العام السياسي كان مرتبط بصراحة بحجم الهزيمة التي وقعت في 67 واللي كانت مفاجأة لكل يعني جيل الشباب في ذلك الحين، يعني والعديد والعشرات والمئات من أصدقائنا بالجامعة في ذلك الحين، إنه يعني انخرطوا بالتدريب وبالعمل الفدائي بأشكال والمختلفة كرد على. من المطلع أنا أحسن. تمكن المرض من خالي وخسرناه قبل ما ينتهي المجسم، لكنه كان حاضر معانا بروحه اللي بتأمل إنها رجعت لعمواس وتحققت أمنيته اللي ما تمكن يحققها وهو عايش. جزء من حياتنا، ما عناش خيار إلا إننا نتقبله ونتعايش معه، وأهل عمواس اللي بيموتوا جيل ورا جيل ما عندهمش إشي يورثوه لأولادهم إلا حكاياتهم عن عمواس وحلمهم بالعودة إلها في يوم من الأيام. حس بلدي هون، انتمائي هون، ولدت هون، لعبت، حتى لما بحلم هالأيام يعني بحلم بكون الأشخاص الموجودين اليوم ما كانوا موجودين، بس وين؟ المحل في عمواس.
هذا الاحتلال مش بس عملية احتلال لأرض واحتلال لشعب، لكن هي اقتلاع للناس واقتلاع للذكريات، وهي الأصعب، وهي المحاولات اللي بيعملوها. كان بده يطلب طلب ولا إشي يتلبى لك يحمله ويجيب شموع ويضرب، ولما بضوي طلبه يعني بعد ما يكون تلبي طلبه يعني من دار إن صار كذا نروح أضوي الشيخ معنا واعتقادات وتمشي. مجسم الحلم انتهى أخيراً، المجسم مش الحلم. وبعد سنين من الشغل عليه صار سامي ابني أكثر واحد خبير في عمواس ومواقع بيوت عمواس، وهذا شوي بخليني أحس أني قمت في دوري وورثت الحلم لأولادي مثل ما أمي ورثتني إياه، ورح نضل نورثه لأولادنا وأحفادنا لحد ما يتحقق ويصير واقع أجمل من الحلم وأجمل من الذكريات. صاروا أهل البلد اشتراكيين، إذا بدنا نرجع بدنا نخصم التساوي. عن جد هيك في قرار؟ في حكي لا والله هيك في حكي. مو راح يصير هيك إن شاء الله. يعني نرجع مش مشكلة. طب والبنات تعطوهم؟ طبعا البنات للأول طبعا. قدمنا احنا بعد 40 سنة هجرة. بده دار في عمان هون. ستك تفرعتك. وين بدك تعطيه؟ هو ردرته. إذا بتذكر في البيت أنت بتبنيه، إحنا بنعطيك الأرض. هون على قمة الجبل. خلص. بس أنا بدي يعني زنبار أكبر شوي. أكبر هي صغيرة. بعدين أنا يعني بوصي ولادي. مفيش عليهم ولادي. قبل الهجم ولا بعد الهجم؟ هاي قبل الهجم. هاي إعادة عمارها زي ما كانت قبل الهجم. قبل الهجم هيك هيك؟ لا تيجي قبل الهجم. هاي عمواس؟ ولا هاي بعرف الدكتور بايما. أنا هنا اليوم لأدعوكم كلكم وبشكل خاص أهالي قرية عمواس للتوجه إلى صورة لمجسم القرية قبل الهدم الموجود في المعرض، واللي بتذكر وين كان بيته بتأمل يحاول يحدد على الصورة ويكتب اسمه أو اسم الأب إذا بتذكر وين كان البيت. ولدت فيها وربيت طفولتي وتجوزت فيها ودون أولاد فيها. كيف شو تعني لي؟ طبعاً لو برجع ماشي برجع.